أهلا مشاهدينا من جديد. أحد أبرز مكونات السودان الوطن القارة هو ثراء وتنوعه في بيئاته في مناخه بإنسانه الخلاق الواعد، لكن هذه المرة في عالمية تعتبر من القبائل الكبيرة بالسودان وينتشرون في أماكن عديدة ولهم فروع في أرض ضوامبان بلد التقاب والقرآن، مع وجود فروع في أرض البطانة التأم شملهم مع قبائل البطاحين والشكرية حتى صار الدوبيت ملمحا من ملامح حياتهم. وبالدخول أكثر إلى مرابع الشريف تلفت الأنظار هنا حظائر تضم أنواعا مختلفة من الماشية من أبقار وإبل وأغنام، لكن الأبقار تبقى على رأس القائمة في مكان يعج بالنشاط منذ ساعات الصباح الأولى بحلب الأبقار وتجميع ألبانها ومن ثم علفها، ويخصون بذلك الأكثر إنتاجا للألبان. تتعدد السلالات وسط الأبقار ما بين المحلي والهجين، يقول لك القوم إنهم يفضلون خاصة وأن المسلمية يبدأون موسم الهجرة في فصل الخريف، هجرة إلى الخلاء كما يقولون. يبدأ القوم الدفع بماشيتهم، لكنهم ليس باتجاه الصحراء وإنما الدخول إلى مشروع السلة الزراعي لرعي ماشيتهم على ما تبقى من محاصيل زراعية ثم عندهم بمرحلة الحصاد. مرحلة الحصاد داخل مشروع السلة الزراعي وهي مرحلة تبدأ في فترة الضحى لرعي الماشية كما يقولون السرحان، فالعنب النقى يسرح ومعه الصغير الرضا. وبحسب الأهالي بنقى رجل صعب المراس وعاش فصولا من الغربة خارج السودان، لكنه عاد إلى مهنة الأجداد والآباء، وباقترابنا منه اكتشفنا أنه رجل يحمل كثيرا من الطيبة والسماحة ويحفظ أسرارا تاريخية، ولا يذكر لسانه سوى الدعوة بأن يحفظ رب العباد السودان وأهله، خاصة وأن السودان مستهدف لأنه غني بالبترول. طيبة بنقى تعدت الإنسانة لتشمل هذا الطائر الأبيض الذي يرى فيه خيره، وهو ما يعرف بطائر المزارع الذي تتعدد إطلاق الأسماء عليه في كل مكان من السودان. الرضا على الرغم من صغر سنه لكنه يمارس عمله مع أهله خاصة في فترات العطلات الرسمية دون أن ينسى أن يسمعنا مقاطع من الذي يحفظ. مشروع السلة الزراعي واحد من المشاريع التي تتبع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم، وتزرع في المشروع الحبوب الغذائية والخضروات. وانطلق مشروع السليت بخطوات واثقة في مجال الانتاج الحيواني بإنشاء حظائر لتربية الأبقار وتخصيص مساحات مقدرة للاستزراع السمكي كتجربة رائدة في السودان، وشهد المشروع طفرة نوعية في مجال تأهيل البنى التحتية واستقرار انسياب المياه.